شكرا لك استاذ مكذوب على الاغنيه الجميله اللي استمعنا لها في الفقره اللي فاتت. وبننتقل بحوارنا لخيمه اخرى داخل الخيمه الكبيره. استاذ الفاتح، يعني عاده ما يدفع الكاتب شيء ما للكتابه، يعني تختلف من كاتب الى اخر في التقاطه للحدث وفي استيعابه له وفي محاوله بثه للاخر، لكن ما هي اكبر محرضات او محفزات او دوافع الكتابه عند الاستاذ الفاتح؟ طبعا احنا نوع الكتاب اللي بنمارسه هو نوع مختلف من او واحد من انواع الفنون بتاعت الكتابه اللي هي الكتابه الساخره. التحريض دائما في الكتابه الساخره بيكون البواعث بتاعته الظواهر الاجتماعيه والسياسيه، كافه الظواهر اللي انت من خلال تعايشك مع المجتمع بتلاحظها، بقدر ما كانت الظاهرة هي سالبة. وخلينا نتكلم من منطلق معالجة الكتابة الساخرة للظواهر السالبة، وده ممكن دي حتة نجيها بعدين. ليه الكتابة دائما بتميل لتناول الظواهر السالبة أكثر من الظواهر الإيجابية؟ فيبقى المحرض بالنسبة للكتابة بالنسبة لي أو بالنسبة لأي كاتب ساخر عنده قضية هي الظواهر، سلبية الظواهر أو مدى تفشي ظاهرة سالبة في المجتمع، ده بكون محرض كبير جدا جدا عشان الزول يكتب. يعني عادة افتقاد أو افتقار جانب مؤسسي أو خدمي لجوانب، لا نقول الكمال، لكن على الأقل الاجتهاد في الجانب الأدائي هو محرض الكتابة. لكن الذي يطرح نفسه كسؤال، لماذا خيار الكتابة الساخرة؟ يعني هل هو يعني يخفف من وطأة النقد للآخر فيتقبل بصدر الرحب في محاولة للإجابة والاستجابة وتحصيل فائدة من تعديل القصور أو بذل ربما مجهودات أكبر في محاولات الكمال؟ ما هو سبب اتجاهاتك للكتابات الساخرة؟ هل هو تخفيف من وطأة النقد للآخر؟ أنا شخصيا ولجت هذا المضمار أو هذا النوع من الكتابة صدفة، يعني ماشي مخطط لي وإنه أنا أكون كاتب ساخر، ولكن هكذا يقولوا، يعني نشر لي مقال مقالين في بعض الصحف ولو رواج، قدرت أحكس الفكرة أو الفكرة الأساسية للحدث اللي أنا داير أسلط عليه الضوء بصورة ساخرة، مع إنه حدث غير ساخر يعني. ومن بعد ذلك بدأت أكتب يعني. فالكتابة لم تكن يعني بالنسبة لي شيء مبرمج له أو مخطط له، هي جات هكذا صدفة. وبعد ذلك الإنسان ابتدى يعني يجود من المعينات بتاعته، لأن الكتابة الساخرية بتحتاج لعدد من المعينات، منها التعايش داخل كل طبقات المجتمع، التقاطك لكل الأحداث وتتبعك لها، وأشياء كثيرة هي بتشكل ذخيرة بالنسبة للكاتب الساخر عشان ما يلقى المواضيع التي يكتب فيها. يعني مثلا احنا لو رجعنا يمكن بنلقى تاريخ الكتابة الساخر يمكن بدأ قبل يمكن القرن الثاني قبل الميلاد. نعم. يعني يمكن نقدر نقول انه فن الكتابة الساخرة هو عدم الاكتراز بالخطوط الحمراء او التحايل، ولا يمكن يكون ده نوع من التكتيك او التكنيك؟ ونوع من التكنيك. يعني احنا لا يمكن انه نحصر الكتابة الساخرة كفن من فنون الكتابة في انها هي فن التحايل على الخطوط الحمراء. الكتابة الساخرة عندها تعريفات كثيرة جدا جدا، وهي تستخدم التحايل كنوع من توصيل الرسالة. وما أي كاتب، أصل الكاتب الساخر بدون أن يكون عنده رسالة يوصلها أو يكون هو عنده شخص عنده قضية أو هدف، بيكون مهرج. يعني يبقى الكاتب اللي عنده رسالة أو قضية أو هدف داير يصل له لازم يوصله للمتلقي. هذا التوصيل في بعض الأحيان الظروف ما بتسمح به، فأول خطوط الحمراء ما بكون داير يتجاوز الخطوط، وما زالت الخطوط الحمراء دي مسألة نسبية يعني.
ما يكون خط أحمر هنا قد لا يكون خط أحمر في الحتة الفلانية أو يمكن يكون نوع من التكنيك أو التكتيك. نعم يمكن يكون نوع من التكنيك. فنوع من التكنيك إنك أنت تلجأ لتشفير رسالتك للغاري، وضع عليه بصورة تفهم بأكثر، ما تتقبل بالسابة وكذا. نعم. تفهم بأكثر من طريقة، يعني القارئ يفهمها، والقارئ السوداني بالذات قارئ ذكي يفهمها بفك الشفرة بتاعتها، ويعرف الكاتب ده داير يقول له شنو بدون ما يكون في تجاوز الخطوط الحمراء يعني. طيب ده 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 بيوضح انه يعني في فرق كبير جدا. احيانا الكتابة الصاخرة، يعني انا احيانا بقرا كتابات اكيد تكلمت معاك في النقطة دي، بتحس انها هي نقطة، يعني في فرق بين التهريج اللي ذكرته قبل شوية والكتابة الصاخرة والنقطة. نعم. نعم فرق كبير طبعا. الكاتب عموما اي كاتب يفترض انه يكون عنده قضية او يعني او عنده موقف، انا اقصد موقف فكري تجاه الاشياء الحياة من حوله وتجاه مجتمعه، يعني فأكيد هو في المجتمع بيحس بكل الأشياء اللي في المجتمع، وبالتالي بيتعامل معاه. فإذا ما وجد أي شيء خطأ يفترض يعمل عليه تصليحه بالوجه المطلوب من خلال المنتج بتاعه، إذا كان قصيدة، إذا كان مقالة، إذا كان مسرحية، وهكذا أي منتج أدبي. فأنا داير أقول شنو، إنه لازم الكاتب يكون عنده هدف بيزعليه، يكون عنده موقف فكري محدد تجاه قضايا المجتمع بتاعه، علشان بالتالي الشيء اللي بيكتبه بيكون ما تهريج، بيكون شيء عنده هدف، شيء عنده رسالة، شيء ما نكتة، ما نكتة، قضية بيطرحها. فبالتالي ده الفرق بين النكتة وبين الكتابة الساخرة. لأي درجة ممكن تتوائم أو تتلائم شخصية الكاتب الحقيقية مع كتاباته؟ يعني هل نتوقع أن نواجه الشخص على درجة عالية من الجدية في التعامل مع معطيات الحياة اليومية، وفي ذات الاتجاه يكون ساخر جدا في اختياره للمفردات وذات القضايا؟ أنا إذا أنا مسكنا المسألة دي عن تجربة شخصية، فأنا يبدو لي شخصية الأستاذ أثرت فيني كثير، وأنا شخصيتي شخصية جادة، يعني ممكن أقعد معكم لبكرة بعد بكرة ما أقول نكتة ولا موقف ساخر ولا أتعرض لمسألة السخرية على الإطلاق. لكن لما تجي للزول فكرة بتاعت مقال، أو لما الزول يكون عنده قضية معينة داير يناقشها عشان يظهر مدى عيوبه أو هكذا، الزول بتتملكه حالة من التعامل الساخر مع الحالة دي. بتجي من وين أنا ما أعرف، لكن أنا شخصيا في حياتي العادية يعني زول جاد جدا جدا. نعم استاذ فاتح، يعني مرات يعني انا لاحظت انه يعني الكاتب الساخر كانه خاتم مايكروسكوب على القضيه المعينه، يعني الفلسفه في انه دائما انتم بتكبروا القضيه. طبعا هي القضيه بحاله الراهنه، يعني دعنا نقول انه دايرين نتكلم عن ظاهره التسول. نعم مثلا في العاصمه دلوقتي دايرين فكره بتاعت مقال ساخر ينتقد او يوضح ظاهره التسول. أنا لو كتبت المقال ده بنسبة المتسولين الموجودين الآن طرحته، طيب ما أساسا نسبة المتسولين الموجودين الآن في العاصمة دي المسؤولين شايفينها هي ذاتها، فبقوم ألجأ لتضخيم الظاهرة، يعني ممكن أقول المتسولين بيجوا أكثر من الناس الموجودين في البلد مثلا. المهم بتلجأ لتضخيم الظاهرة. الكتابة الساخرة تعتمد اعتماد مش داري أقول أساسي، لكن اعتماد كبير على تضخيم الظاهرة التي تود أن تحكيها. وأستاذ الفاتح، عطفا على سابق حديثنا حول تضخيم أو تحجيم بعض القضايا من قبل الكاتب، يعني في الشرائع والأعراف الإعلامية مطلوب من الوسيط الإعلامي أو الوسائط الإعلامية عموما اللي الكاتب جزء منا باعتباره ينتمي إلى صحيفة أو إلى مجلة أو ما شابه،
يعني مطلوب في العرف والمعتقد الإعلامي توصيل الصورة بالحجم الطبيعي. يعني التضخيم أو التحجيم اللي أنت ذكرته يعني إلى حد ما ممكن يتنافى أيضا مع بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها من ناحية الثواب والعقاب. يعني دائما أنت قلت ما في زمن للشكر، عايزين دائما نوصل القضايا. يعني ده ما بيخلينا أنه في كثير من الأحيان إذا ما أنا أعطيت المجتهد حقه قد يقلل من الجانب الإبداعي أو الجانب الاجتهادي في مسيرته. ونحن ما قلنا الزول اللي بيعمل كويس ما نشكره، ولكن الزول اللي بيعمل أو الجهة اللي بتعمل ما يناط بها من عمل لا تشكر. أنا في رأيي إنها لا تشكر على ما قامت به من عمل، هو أساسا من صميم واجباته. أما إذا زاد عن ذلك ممكن نشكر. يعني إذا بس مثلا لو سمحت لي، يعني المسؤول أو الكاتب لا يستهدف المسؤول بالرضا ولا العكس. نعم. لكن من الواجب التنبيه حين الخطأ، ومن الحق الإشادة حين الإجادة. الإشادة حين إن يعني أديك مثال عشان توضح الصورة. لو أن المسؤول عن مجاري العاصمة قام بعمله مع نهاية الخريف، أقصد مع بدايات الخريف، ده شغله. لكن إذا قام به أبدر شديد جدا جدا وعمل لكل حاجة يعني أو لكل كارثة سوف تأتي أو ممكن أن تحدث عمل لها حماية من إنها تحدث، أو إذا حدثت الأضرار تكون بسيطة. يعني أنا داير أقول إذا قام بعمله 100% وأكثر ممكن يشاد، أما إذا قام بعمله الأساس المفروض يقوم به فلا إشادة. ما أنت أساسا من أخذ الأجر يا أستاذة، من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل. نعم. بس أنت أجر من كلامك كأنما تستهدف الظواهر أو القضايا. في قضايا، في قضايا نعم. مجتمعية موغلة في القدم ويعني تغولت كثيرا في حياتنا المجتمعية. نعم. هل بذات الإيقاع اللي امتدت به عميقا وطويلا في حياتنا نتوقع بذات السرعة أن يعني تنقضي أو تزول من الحياة المجتمعية الظاهرة؟ يعني نحتاج في بعض القضايا إلى شيء من التمهيد ويعني التروي في معالجة. ليست كل القضايا على مستوى المراقبة أو على مستوى الأداء، ليست كل القضايا يمكن أن تتروى فيها. يعني بمعنى أنه بعض القضايا هي تتناسل بسرعة وتتكاثر بسرعة، يعني كما الأميبا. يعني بعض القضايا ممكن في وقت قصير جدا جدا تنتقل بخطرة إلى نوع آخر من الخطر وهكذا. فبالتالي التعامل مع هذه القضايا يجب أن يتم بسرعة شديدة وبحسم وبإيجاد حلول لها سريعة. يعني ما كل القضايا يمكن أن تعامل برفق وبطولة بال وهكذا. يعني بعض القضايا يجب، في قضايا بتهم يعني بتمس صميم أمن المجتمع. يعني مثل هذه القضايا يجب أنها تشنوب يعني يعني تعالج بسرعة حتى لا يتفاعل. لا يختلف الفاتح يوسف جبرة مع ثقافة الثواب والعقاب كتابيا. نعم. لا يختلف الأستاذ الفاتح يوسف جبرة مع ثقافة الثواب والعقاب كتابيا. طبعا لا، ما لا أختلف في المسألة دي، بس بختلف في أنه إذا ما قام الإنسان بعمله لا يشكر عليه. هو أنت عمل، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا، الشكر لا ليست في كل الأحوال. أنت تشكر الناس ولكن تشكرهم حينما يأتون بزيادة عمل، حينما يجدون أعمالهم بصورة أكثر مما مفروض أنه يجدوها بها. نعم. يعني مواصلة لحديث الزميلة سلمى، يعني واستشفيت من كلامها، يعني سؤال، يعني ليه دائما نحن بنشعر لما نقرأ أو أي قارئ لما يقرأ بيشعر كأنه الكاتب الساخر بيستعد السلطة، يعني دائما في من خلال الكتابات؟ وليس هنالك عداء، يعني ليس هنالك عداء يا الكاتب الساخر، لأنك أنت بتقوم السلطة هي أو الدولة مسؤولة، طالما ارتضت إنها هي تكون سلطة وتكون دولة فهي بالتالي مسؤولة على المواطنين. نعم. قطع شك. مسؤولة عن المجتمع. لما المجتمع تحلف به بعض الظواهر السالبة يبقى حنرجع مسؤولة الدولة. يعني فمن الحتة دي قد يشعر
القارئ بانه هذا الكاتب بكثره السلبيات اللي بيجيبها او بيطرحها هو في عداء بينه وبين الدوله، وده طبعا ما حاصل. الكاتب هو بهمه، انا زي ما قلت لك الكاتب يجب انه يكون عنده يعني موقف من قضايا مجتمعه. استاذ فادي، يمكن عندي سؤال سريع قبل ما ننتقل الى جزئيه اخرى من الحوار في خيمه ثانيه، لكن ما هي الشراكات او الالتقاءات بين الكاتب الساخر ورسام الكاريكاتير؟ اذا افترضنا في الجزئيتين الصوره التي ينطلق منها الكاتب نحو المقال والرسام نحو الصوره. الكاتب الساخر هو رسام كاريكاتير بالكلمات، الكاتب الساخر. والكاريكاتير قد يعني حدوده تكون محددة بالصورة وبالتعليق، يعني بينتقد فكرة واحدة أو حاجة واحدة أو جزئية واحدة، وقد يكون هادف طبعا. يعني ما كل الرسامين الكاريكاتير هم بيكتبوا نكتة يعني كاريكاتير، بل بيناقش موضوع يعني. الفرق انه مساحه الكتابه الصخره بتتيح لك انت تناقش اكثر من موضوع، يعني تضع عدد من الكاريكاتيرات اكثر من كاريكاتير واحد، وبيكون بيناتهم في صله، يعني في علاقه بين هذه المشاهد او الحبكات المختلفه. انما الكاريكاتير هو وحده واحده بتديك فكره او بتنتقد لك شيء واحد. أستاذ الفاتح، إذا تكلمنا عن المبدع في أي مجال من المجالات زي ما تكلمنا قبل في خيمة القهوة، طقوس وعادات وأشياء معينة، إذا كان لاعب أو إذا كان رسام أو كاتب عنده طقوس وعاداته. أنا عرفت إنك دائما بتكتب، ما بتمسك الورقة والقلم عشان ما تكتب، وتكتب طوالي على الجهاز. أنا دا أعرف يعني سر الحاجة دي شنو، خاصة انه يعني الكتابة يعني احيانا هي زي الشعر، يعني يمكن تجيك وانت في عربية عايز تكتب، يمكن فليه يعني وين القلم وين الورقة؟ فجأة لقيت نفسي بكتب على الكيبورد يعني، ومسألة بقت خلاص انا تعودتها يعني، فبقت كل مقالاتي انا بحدد الفكرة اللي انا داير اكتب فيها واقعد في الجهاز وبكتب على الكيبورد. والشيء اللي انا نفسي مستغرب له، ما حصل يوم انا الشيء كتبته وراجعته، ما في تنقيب على الاطلاق. يعني اللي بكتبه على الكيبورد بيمشي ثاني ما برجع له، وبرسله طوالي على بالايميل للجريده يعني، فبقت عاده يعني، بقت عاده يعني. استمريت عليها يعني، هسي ما اتذكر يعني 3 سنين اللي ورا كده، 4 سنين انا كتبت المقال عليه بالورقة والقلم يعني، وبعدين حولته وكتبته على الكمبيوتر. ف يعني استاذ، يمكن احنا في خواتيم حلقتنا لهذه الأمسية، لكن يبقى جزء أخير من الحوار أو بقية من الحوار لم يكتمل، الحديث عن الإنسان داخل الكاتب. نعم. يعني عادة الشخص المراقب يعتمد الواجب، لكنه في كثير من الأحيان كما ذكرنا في بداية حديثنا قد يعتمر العاطفة. إلى أي مدى يمكن أن يكون الإنسان داخل الكاتب في بعض الأحيان يشكل حاجز بينه وبين المراقب داخله؟ الإنسان داخل الكاتب والمراقب داخل الكاتب في تقصيه للقضايا الاجتماعية أو الخدمية عموما، إلى أي مدى التحيز العاطف والإنساني، وهي قد تكون ميزة في مجالات، لكن هل قد تكون في بعض الاتجاهات لا أقول معيبة لكن منقصة على مستوى الحياة والمهنية؟ أنا أعتقد أنه الكاتب هو يفترض أن يكون يعني يتحدث بلسان الأمة ويتحدث بلسان الشعب، ويتحدث وضمير للشعب وللأمة، وعنده رسالة. بالتالي يعني من المفترض أن الكاتب يضع عواطفه جانبا وهو يتناول القضايا وينظر لها من منظور مجرد. لا يمكن اللي حل قضية ما أن تستصحب معك
عاطفتك على الإطلاق. يعني لم تترك العاطفة بعيدا، خطيتها بعيد، لا تستطيع أن تحكس القضية بالصورة المطلوبة، ولا تستطيع أن تعالية مستقبلا. فالكاتب يبدو لي أو من المفترض أنه يترك عاطفته، يترك اتجاهه الحزبي إن كان له اتجاه، يترك انتمائه لقبيلته، يترك كل هذه الأشياء بعيدا، ويناقش قضاياه أو يناقش المشاكل المجتمعية بتاعته بصورة مجردة. وإلا ما حيكون في حياد، ما حيكون في عكس للقضية بصورة الأساسية وهكذا. فالكاتب يجب أنه يعني يقلع عنه كافة الرداءات والألبسة، ويكون مجرد ويتناول قضيته. يعني في بعض الأحيان بعض الأشخاص قد يعتقدون أن مسألة خالف تذكر قد تصنع له يعني أرضية أكبر من حيث المساحة، شعبية أكثر، قبول أكثر، فبالتالي يتجهوا أو يخططوا لأنفسهم خط معين بمخالفة الآخرين على الدوام. هل هذا تميز أم هي سياسة قد لا يعني توائم المواصفات الإعلامية أو الكتابية؟ لا، أنا أعتقد أن يعني خالف تذكر، أنت إذا خالفت الجميع فهتذكر أنك خالفت، يعني هتذكر بأنك خالفت الجميع. يعني ودائما يعني مخالفة المجموعة ما بالضرورة هي تجعل منك شخص مشهور او بس هذه الحاجه اللي انا قصدتها. يعني يمكن عموما الملاحظ او المتصفح للوسائط الاعلاميه سواء على المستوى الورقي الكتابي او عبر المواقع الاسفيريه يلحظ تواجد بعض الاسماء المهاجمه المنتقده على الدوام، حتى اعتقدت هي نفسها ان جزء من ارضيتها الثابته او قبول لدى الاخر هذا الاتجاه. كيف تعلق على هكذا جزئيه؟ والله يعني في الحالة دي بتكون مرض، بتكون مرض. يعني في أنا في اعتقادي يعني بتكون مرض، يعني أن تنتقد على الدوام يعني بصورة نونستوب، يعني فده مرض أكيد. يعني لأنه لا يمكن أن تكون أنت منتقدا على الدوام، يعني يجب أنك أنت في بعض الأحيان تكف على الانتقاد على الأقل. يعني القلب الصاهر مجروح مين اللي يحس بجراحه، القلب الصاهر مجروح مين اللي يحس بجراحه، بعد الولد والشاب خلوه ناس وراحوا، واصبح وحيد يا ليل ألاقي فيك صباح.
الشوق الشوق هلا هناك